Hello dears, how are you? I hope that all of you are okay. In a previous lesson, we started talking about our first grammar structure for this semester, which is reported speech, our indirect speech, direct and indirect speech. If you remember, we started talking about this grammar structure in a previous lesson. يعني الحصة الماضية احنا بلشنا نحكي عن قاعدة الـ reported speech and we have taken two tenses. أخذنا الـ steps, شرحنا الـ steps وأخذنا two tenses. أوكي, أخذنا نوعين من الأزمنة وشرحنا عنهم وكيف شرحنا كمان we explained the process of changing from direct into indirect or reported speech. So this is unit 6, the English word level 7, Mr. Duff's workshop, and this is a grammar section, and our grammar lesson for today is reported speech. Okay, first, we are going to revise what is reported speech and what is a direct speech. If you remember, I told you إنه direct speech هو الكلام المباشر. ولما بقول أنا كلام مباشر يعني speakers. شو يعني speakers? Speakers on words. Speakers on words يعني هي الكلام الذي نقل منك انت شخصيا, يعني انت اللي حكيت هذا الكلام. مثلا انا حكيت I ate pizza yesterday, هذا الكلام مني انا. لكن لو بده يجي شخص اخر ينقل بحكي Tamara said that she had eaten pizza yesterday. تمام, she had eaten pizza yesterday. حكينا انه احنا كمان لما بنيجي للreported speech قلنا انه reported speech او indirect speech هو when we report. شو يعني report? Report someone's else speech, يعني لما أنا بنقل كلام شخص آخر. إذا ال indirect speech أو reported speech when you report someone's else speech. طيب الآن رح ننتقل شوي شوي ونبلش نحكي عن الأزمنة اللي رح ناخدها. خليني بس أعمل لك هيك quick revision. The quick revision هاي رح تحكي عن الأزمنة اللي إحنا أخذناها. أول شغلة أو أول step that I told you that when we want to change from direct speech, okay, to indirect speech, لما أنا بدي أحول من direct speech لل indirect speech, وهدول الاختصارات نحفظهم, هاي معناها direct speech وهاي معناها indirect speech أو reported speech. تمام, أو reported speech. Sorry. Okay, إذن حكينا this is direct speech. هاي الدايركت سبيتش رح تكون اختصارها, وهي رح يكون اختصار الاندايركت سبيتش. واحنا قلنا انه الاندايركت سبيتش نفس معناها الريبورتد سبيتش. طيب let's continue, خلينا نكمل. In today's lesson we will revise what we have taken. نطلع على الاكزامبل الموجود هون. سالي eats pizza every weekend. Okay, نيجي هون شو بنحكي؟ بنحكي أحمد said. شايفين هاي؟ لما أنا إجيت لأول خطوة قلت لكم يا مس إنه الخطوة الأولى للتحويل إنه أنا في عندي reporting sentence. Reporting sentence. هلا أنا مو طالبة منكم هاي الخطوة إنكم تعملوها. The reporting sentence يا مس هي السنتنس اللي بتحتوي على the reporting verbs. يعني هي الجملة اللي بتحتوي على the reporting verbs اللي هي مثل say, said, inform, informed, announce, announced وإلى آخره. Okay. So خلينا نكمل. هاي اللي إحنا بنسميها reporting sentence. Reporting sentence. تمام, هلا احنا قلنا عن خطوة تانية, والخطوة التانية هاي يا مس هي انه انا بستخدم الذات, وقلنا انه الذات optional. شو يعني optional؟ يعني اختيارية. طب الخطوة الثالثة انه هذا التايم سوري هذا التنس انا بدي اعمل له ايش؟ بدي اعمل له باك شيفت. شو يعني باك شيفت؟ يعني أنا بدي أعمل رجعة لورا بالزمن, بدي أرجع بالزمن لورا.
تمام؟ فأنا هون باجي بتطلع، طب أنا هون أحمد said، إذا أحمد هو مش عم يحكي لي عن حاله، أحمد is reporting Sally's speech، إذا أحمد عم ينقل لي كلام سالي، سالي بتنزل مثل ما هي، that Sally، okay، وبما إنه عندي that Sally نكمل eats، إذا أنا بدي back shift، الباك شيفت للزمن كيف بيكون؟ بإنه أنا باخد الزمن الأبعد، البريزنت سيمبل، شو الزمن الأبعد منه اللي هو الباست سيمبل، فبتصير that Sally ate، شايفين؟ ate what؟ ate pizza every weekend، و every weekend ما بتتغير، إذا أنا هون اكتفيت بتغيير فقط الباك شيفت، عملت باك شيفت للزمن، لا كان في تغيير للبرونونس ولا كان في تغيير لأي إشي تاني، وأنا إن شاء الله رح أبعتلكوا اليوم طبعاً كل شيء متعلق بالبرونونس اللي إحنا بنستخدمها أو اللي كيف بدنا نحول البرونونس وإلى آخره، رح أبعتلكوا كمان التايم إكسبريشنز المطلوب منا نحفظها. طيب لنفرض إنه أنا عندي الجملة مثلاً فيها نفي، فباجي بحكي مثلا سالي doesn't go to school every day. هاي انا عندي هاي السنتنس، اوكي this is direct speech sentence، هاي direct speech sentence، انا بكون already شو معطيتك الreporting sentence، فبكون مثلا حكي لك مثلا the teacher informed Sally's parents. شايفين احيانا الريبورتينج سنتنس بتيجي طويله. Sally's parents. Sally's story parents. اذا the teacher informed Sally's parents. اوكي اذا هم التيتشر خبرت او اعلمت اهلها لسالي. بنبلش بالخطوة هاي ذات، بما انه انا بحكي انه التيتشر هي خبرت اهل سالي، فهون انا عندي سالي، يعني لما انا احكي سالي's parents خلص معناته بستخدم هون ضمير بدل ما اعيد ذات سالي، فبقول هون ذات شي، she doesn't go. Of course it doesn't، ما رح استخدمها، رح استخدم ال past form of a present simple اللي هو she didn't go to school every day. شفتوا كيف التحويل بتم on this way، التحويل بتم بالطريقة هاي. اوكي طيب ننتقل الآن للchanging. قلنا يا مس انه انا بدي اليوم رح نبلش، if you remember احنا حكينا المرة الماضية استخدمنا الـ present simple واستخدمنا الـ past simple، خليني اكمل لك عن الـ past simple بعد ما استخدمنا الـ present simple، او رح نحكي اكتر عن الـ past simple بعدين رح نحكي عن ازمنة اخرى متعددة. المرة الماضية حكينا انه احنا we are going to take how to transfer from direct into indirect speech فقط بالstatement، statement سواء كانت affirmative او negative، يعني positive sentences أو negative sentences. طيب خلينا نشوف الإكسامبل اللي أنا موجود عندي هون. Sally visited her mother last week. Okay. شوفوا عندي Sally here subject. Visited عندي هون الverb to. Her mother object. وعندي هون last week time expression. Okay. Time expression. طيب time expression had I'm going to change it. وعندي هون visited I'm going to change it. ننزل هون نحكي مثلا بنقول على سبيل المثال she said. okay she said، بنزل عندي direct that، that she، أو ممكن أحط سالي حسب speaker had. شفنا كيف had visited okay her mother، بتنزل مثل ما هي her mother when last week يعني بدها تكون ايش the previous week او the week before. خليني اخليها اكثر. اوكي نفترض here we are going to say، لو اعطيتكم هاي reporting sentence احمد said. اوكي احمد said،
What did Ahmed say about Sally? إذا أحمد بده يخبرنا عن سالي، ببلش هون باستخدام إيش؟ باستخدام الستبس اللي تعودنا عليها. طبعاً عندي that وبرضو برجع بعيد it is optional، ولكن I prefer to use it. أنا مني وعلي بحب إنك أنت تستخدم خصوصي as a beginner of these structures، يعني كمبتدئ في هاي القواعد الكبيرة اللي بلشنا ناخدها. لأ خلينا نستخدم ونمشي على steps. Follow the steps. Okay. أحمد said that إيش؟ هو عن مين أحمد بيحكي لنا؟ عن سالي. طيب إذن أحمد is not talking about himself. He's talking about Sally. He's going to inform us about Sally. He's going to report to us what did Sally tell him. رح ينقل لنا ويحكي لنا إيش سالي حكت له. فبتنزل سالي مثل ما هي. أوكي. إذن أحمد said that سالي. وباجي أنا هون لا هلأ الخطوة الكتير مهمة اللي هو الزمن المستخدم. طيب السيمبل باست إحنا حكينا يا مس هو عبارة عن verb 2 إذا كان نفي بده يكون بالdidn't plus الverb 1. أما الباست بيرفكت يا مس فهو بيكون الهاد plus verb 3 الجملة المثبتة، والمنفية hadn't plus verb 3. تمام. إذا أنا I'm going to choose one of these، إما had verb 3 أو hadn't. بما إنه هون positive sentence so visited بدي أستخدم معها had، وبدي أحول إذا بتحول الverb مثلا، ما إحنا بعنا بعض الأفعال بالverb 2 بعيدا عن الregular verbs. الregular verbs أحيانا بحاجة إنه أنا أغير بالفعل، لكن هون عندي visited مثل ما هو. فشو بنزل أنا هون؟ that Sally had what had visited okay had visited her mother. وباجي هون لشغلة كتير مهمة إنه أنا في عندي time expression. إذا أنا عندي هون time expression فبكمل هون her mother. okay she had visited her mother وبستخدم التايم اكسبريشن هون، ما بحط last week ولكن بحط هون previous أو the week before. فإما هون بحط previous week أو بحط إيش the week before. أوكي إما بستخدم بالطريقة هاي أو بستخدم بالطريقة الثانية. إذا الخطوة الأولى حطينا أول شيء that، بعدين السبجكت، طبعا الباك شيفت هذا للزمن اللي هو had verb 3 بدل الverb 2. وعندي هون her mother كملت اللي هي السنتنس، خليني أوضحها her mother. وعندنا هون التايم اكسبريشن اللاست ويك بتحول يا إما previous week، يعني أي زمن بيجي معاه last إما بتستخدم previous أو مثلا before. لو قلت لك last Monday previous Monday ما بينفع تحكي Monday before، تمام؟ لكن لو قلت لك last month the month before أو previous month. okay so خلينا نشوفها هون. طبعا أنا already مجهزت لك السلايد وكل شيء تمام، ولكن I need to write down in order to understand to feel that you are in front of the board، حتى تحس إنك أنت قدام البورد. طيب إذا أحمد شفتوا هون أحمد told us that، أو ممكن أحكي أحمد said. هاي شفنا هاي الخطوة الأولى استخدمنا that، هلأ هون كملنا السبجكت. الخطوة الثانية عملنا الباك شيفت، شايفين الباك شيفت للزمن إنه من verb 2 ل had plus verb 3. her mother كملنا the previous week أو مثلا بنقدر نحكي the week before. okay last week the previous week أو the week before. طيب شايفين إذن هون الاستخدامات أو كيف الأسهم أنا حطت لكم إياها عشان تكون more clear for you. طيب الآن ننتقل للنيجاتيف. أحمد didn't travel to Alaska 2 weeks ago. أحمد didn't travel to Alaska 2 weeks ago. شايفينه عندي هون travel اللي هي didn't travel، طبعا هي الverb، طبعا هون الماضي من يعني سوري النيجاتيف في الماضي didn't travel. فأنا هون دايركتلي لما بدي أحولها بدها تصير hadn't traveled.
hadn't traveled وليس didn't travel. طيب نيجي الآن هون على سبيل المثال أنا ما رح مش شرط exactly أنا هلأ اللي أكتبه يكون نفس الجملة اللي أنا حليتها تحت، ممكن الـ reporting sentence تكون مختلفة، يعني ممكن أجي أحكي لك أحمد سد وممكن أحكي لك لا حدا تاني. ممكن هون نيجي نستخدم ونقول Sally told us. Sally told us what? Sally told us. إذا مرة تانية بنستخدم that. شايفين هاي الخطوة الأولى عندي that. Sally told us that. بدي أنزل الـ subject. Of course I'm going to put the subject that أحمد. إذا Sally is going to report what Ahmed told her or what Ahmed said to her. She's going to tell us. هي رح تخبرنا شو حكى لها أحمد. So Sally told us that Ahmed. What happened or what did Ahmed tell Sally or say to Sally? That, you know, that Ahmed had not or hadn't traveled. شايفينها هون؟ إذا أنا هون إجت عندي الـ verb infinitive بـ didn't verb infinitive. لا طبعاً بده يجي بعد الـ had not بالنفي بيجي verb 3، أو حتى بعد الـ had بيجي دائماً verb 3 سواء كانت مثبتة أو نفي أو سؤال بالـ past perfect simple أو الـ had verb 3 دائماً الـ had بيجي وراها دائماً verb 3. So Sally told us that أحمد had not traveled. Okay. Had not traveled to Alaska 2 weeks ago. 2 weeks ago. Okay. إذا شفنا التحويل كيف كان وكيف صار. استخدمنا الخطوة الأولى اللي هي that. Okay. بعدين إجينا هون استخدمنا subject. الخطوة الثالثة اللي أو الثانية سوري اللي هي طبعا استخدام الباك شيفت للزمن. عملنا باك شيفت للزمن اللي هو من didn't travel صار عندي hadn't or had not traveled. Then we continue or complete the sentence. طيب إذا هون مثل ما إحنا شايفين this is the sentence. مثلا هون أنا حاطة Ruby told me. Ruby خبرتني عن مين؟ عن أحمد. شايفين الخطوة الأولى استخدام الذات، بعد أحمد السبجكت بنزل مثل ما هو there's no changes. بستخدم had not هاي الخطوة الثانية، والخطوة الثالثة اللي هي طبعا الـ complement of the sentence. okay. طيب نيجي هون للإكزامبلز اللي أنا معطيتكم إياها هون. مثلا my mother invited my friends to have lunch yesterday. Invited verb to my friends to have وعندي yesterday. شايفين the time expression yesterday بده يتحول. She said this is the reporting sentence. شايفينها reporting sentence. Reporting sentence. الخطوة الأولى بنستخدم that، بعدين عندي subject had invited. This is الخطوة الثانية اللي هي the back shift. Her friends to have lunch. The day before or the previous day اللي هو time expression صار فيه عندي changed فيه. نيجي مثلا هون نفس sentence بس نفيتها. My mother didn't invite my friends to have lunch yesterday. She said that her mother hadn't. شايفين عندي number one. هاي number two hadn't invited. Hadn't invited. شايفين هم ما خليتها مثل ما هي verb one ولكن خليتها verb three. إذا بتصير hadn't invited her friend to have lunch the day before. Okay. This is past simple. How to transfer from past simple أو تحول من ال past simple direct speech into past simple indirect speech. نيجي الآن لل present continuous. Directly إحنا بنعرف إن ال present continuous الجملة المثبتة start with the subject عندنا ال is. So we start the sentence in present continuous with subject is وعنا الام are plus verb ing. لما أنا بدي أحول من present، يعني لما تكون عندي sentence direct sentence present continuous بحولها للpast continuous indirect sentence. Indirect sentence أو reported sentence اللي هي شو بنسميها past continuous.
past continuous اللي هو بستخدم ال was وال were بعد ال subject وال verb ing. شايفين بهاي النقطة؟ أما إذا كانت نيجاتيف فأنا عندي ال s وال am وال are بضيف لها not وبرضو نفس الشيء بكمل مع ال verb ing. في حالة ال had نفس الشيء was were not وبضيف لهم verb ing. اوكي اذا احنا بدنا نعمل هيك كويك ريفيجن لايش للتنسز اللي اخذناها. طيب خلينا نيجي هون نشوف ايش الاكزامبل اللي احنا ماخذينه او اللي انا حطيت لك اياه. نيجي هون للاكزامبل the secretary is typing the report now. شوفوا هون the secretary this is what is subject is typing the verb اللي هو present continuous the report الobject of course now a time expression. okay طيب هلا هون what I need to change is the following. خليني اعطيكم هون مثلا reporting sentence the manager said. okay هلا هاي reporting sentence بكون انا already حطيتها ومجهزتها. said ايش حكينا that. اوكي بعد الذات بدي انزل ايش انا هون بدي انزل اللي هو ال subject that the secretary دام هو ما بيحكي عن حاله فهو بيحكي عن السكرتري اللي هي السكرتيره اذا بتنزل مثل ما هي السبجكت. هلا عندي الزمن is typing شو بدي اعمل انا I'm going to use back shift رح يصير في عندي back shift للتنس فبتصير the secretary was typing was typing the report. okay بنكمل the report وعندي هون now time expression هاي we are going to change it رح نغيرها فبتصير then بتصير then. so the manager said that the secretary was typing the report then. بلشنا بالخطوة الأولى اللي هي that بعدين ال back shift بعد ال subject طبعا أكيد ما بعمل back shift قبل ما أبدأ بال sentence بشكل تدريجي. والخطوة الثالثة إنه أنا حولت من now ل then اللي هو time expression. okay so let's see the sentence as I wrote it here. يلا the manager said that شايفين بعد ال reporting هاي هي بنسميها reporting sentence reporting sentence عندنا that optional قلنا ولكن it's good to put it بالفترة الأولى يعني the secretary here is subject was typing اللي هي ال back shift to the tense back shift to the tense the report اللي هي طبعا الobject وthen time expression اللي هي طبعا تحويل من now ل then. تمام طيب ننتقل الآن للnegative form نفس sentence the secretary isn't typing the report now نفس المبدأ رح أشتغل عليه. أول شيء عندي reporting sentence هيوتها مثل ما هي بتكون موجودة already الخطوة الأولى that the secretary subject بنزل مثل ما هو لأنه ما في no need to change wasn't typing شايفين هون isn't typing صارت wasn't typing the report now بتصير then this is what we say or what we are going to talk about in next lessons إن شاء الله هاي الأشياء برضو رح نضل نعيدها ونكررها we are going to repeat it over and over and over again يعني رح نضل نعيد ونكرر نعيد ونكرر فيها دائما بالفترة القادمة. okay ناخذ بس هون small example صغير على the present continuous على سبيل المثال لو اجيت انا حكيت she is studying English at the moment this is number one Number two, Sally didn't visit her mother to
days ago. Okay. طيب خليني أعطيكو here روبا told أحمد. Okay. روبا told أحمد وبنكمل. Sally didn't visit her mother 2 days ago. She said وبتكمل. Okay. هدول يا مس هوم ورك بتحلوهم انتو وبتبعتوا لي الحل مع الاسم. اوكي بس طبعا لسه في كمان عندي كمان 2 sentences فخلينا ناخذ كمان 2 sentences here. Sentence number 3. My mother arrives home at 7 p.m. every day. Okay. Sally told me. Number 4. Rupa made a very very delicious cake yesterday.